مجلة الأسرة. مجلة الأسرة من توقيع فاطمة الصيد. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات عشاق أثير إذاعة وجدة الجوية لمتابعة هذا اللقاء الأسري الجديد من برنامجكم مجلة الأسرة. ويخرج حلقة اليوم مشكورا زميلي منير العطواني. ملف حلقة اليوم يحتوي على فقرات ومواضيع تهم كل مكونات المنظومة الأسرية. وفي إطار وجدة عاصمة الثقافة العربية سنة 2018 تقدم غرفة الصناعة التقليدية بالجهة الشرقية معرضا للصناعة التقليدية وممتد إلى غاية 31 من شهر دجنبر الحالي. ويشارك في هذا المعرض مجموعة من الصانعين والصانعات من مختلف مناطق المملكة. وحلقة اليوم هي عبارة عن كوكتيل غادي نتوقفوا من خلاله مع مجموعة من العارضين والعارضات المشاركين في هذا المعرض. ومعي أيضا بلا ما ننسى الأستاذ عبد الناصر بوتشيش غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق. عبد الناصر نسيتك، صباح الخير. صباح الخير لالا فاطمة، صباح الخير الأخ الوردي والأخوات اللي معنا خزي عقبان وأعرب. أولا احنا سعداء بلقياكم في هذه الحلقة من حلقات البرنامج الإذاعي ديال الخاص بالصناعة التقليدية، واليوم عنده طابع خاص كما قالت الأستاذة فاطمة، طابع خاص لأنه يتزامن مع واحد المعرض ديال الصناعة التقليدية المنظم في إطار وجدة عاصمة الثقافة العربية، والمنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومؤسسة دار الصانع، وبتعاون مع ولاية الجهة الشرقية ومجلس الجهة الشرقية وعمل وجدة أكاد والمجلس البلدي. وكما شارك الأستاذة فاطمة بلي المعرض يضم مختلف الحرف والصنائع، وكذلك الناس جاءوا من مناطق مختلفة من المملكة، من قلميم ومن مراكش أكادير فاس جميع الوسط يعني والجنوب والشمال. الشمال كانت وحده من الشمال تطوان والشاون كانت غادي تحضر معنا، نتمنى يكون خير المانع خير ان شاء الله ونتواصل. نعم كنرحبوا مره اخرى بضيوفنا الكرام. كما قلت سمعنا السيده قادة فوزية رئيسة تعاونية الزهور وجدة، وتحضر معنا أيضا الأخت الأستاذة أعراب هجر رئيسة تعاونية الذوق الرفيع بوجدة، ومعنا أيضا اللي كنرحبوا به كثير الحاج الوردي رئيس تعاونية الوردي الحرفية بقلميم. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، وكنرحب بكم مدينة وجدة، كنرحبوا بكم وكنقول لكم ألف ألف مرحبا بمدينة وجدة. إذا السي عبد الناصر بوتشيش نبداو مع السي الحاج الوردي اللي جانا من قلميم، اللي دائما السي الحاج الوردي ما كيغيبش علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الوردي أحمد رئيس تعاونية الوردي الحرفية بجهة قلميم ودنون. يعني هذا إذاعة وجدة ولات دارنا، ما بقينا غير بينا اليوم. وسمحوا لي راني كنبغي نتكلم بزاف، لا قلقتكم ما تعرفوش راك. ومن هذا المنبر هذا كنترحموا بعدا على السي يحيى القراني اللي كنا كنتبعوا الامر. هذا استوديو يحيى القراني مباشرة. مازال كنا كنشدوا محالتنا وكنصنتوا على البرنامج ديالو، ولكن الحمد لله خلى واحد الخليفة اللي كنفتخروا بها المغرب كامل. اللي كنفتخروا بك بنتي، راه حنا في اي وقت كنجبدوا في اي وقت وفي اي اجتماع على الحسن الضيافة ديالك. ولا حسن واجب الحاج واجب. وكنشكروا رئيس الغرفه ديال جهه الشرق والسي بوتشيش اللي واخدين واحد النظره اللي واخدين واحد الامتياز في المغرب كبير بزاف، واللي عطى واحد السداد للغرف. وكنتمنى جميع الغرف ديال المغرب يكونوا في المستوى هذه ولا يكونوا افضل، فهمتيني؟ لحقاش هادو كانوا كمحرك، كنحسبوا حنا بالدارجه كمحرك، فهمتيني؟ الغرف كانوا يعني واحد جنود الخفاء اللي هما اللي عندهم تحتهم كيكونوا هداف كيكونوا هداف، فهمتيني؟ يعني كاينه واحد الخليه اللي كتستاهل الف شكر، ماشي غير شكر واحد، فهمتيني؟ واحد الخليه كاينه في الجهه الشرقيه
يعني واحد تضامن وواحد الاخلاق وواحد يعني العارض واخا كيكون ما بايعش كيمشي فرحان. ماشي اهم حاجه هو البيع، اهم حاجه هو تربط العلاقه ديالك مع الناس، اهم حاجه هو تكون وهو تكون المدينه اللي مشيتي لها اللي قال لك ماشي مش دي يجيبك عامر هذا يخوف سيمانه. لا دائما يكون شي معرض نقلب السي الحاج الوردي دائما بيكون شي معرض نقلبوا للحاج الوردي والبنت ديالها دائما نقلبوا عليها. بارك الله فيك وهذه تحيه للسنه هذه تحيه للبنيه سناء راه دابا في الديره في الديره الطليانيه تحيه ليها وكان حيوها هي والزوج ديالها وكان حيو الاخوان ديال الشرق كلهم وكان حيوكم انتم اكثر. نعم اللي راكم قايمين بواحد الواجب جزاكم الله بخير. الحاج الوردي كي جاتك مدينه وجده ملي كنتي تحضر لها وتبقى انا اش غادي نقول لك انا غادي نزي انا غادي نزير بوجوار وغنزيرها سي واتشي يلاه جات لنا شهاده تسكن صافي تسكن مرحبا انا الناس انا غادي نزيرهم طلب غير طلب ديالك طلب غادي نديروك بوجهك غادي يعطيونا شهاده ديال السكن. الجهه الشرقية عندها واحد الحب والعشق ديال الناس ديال الجنوب هذه معروفه. نعم الجهة الشرقية عندها واحد الطقوس بوحدها فهمتيني يعني قلنا حنا كما راهو شافوا الاخوان حنا السطون ديالنا ما كيخواش ما كنبقاوش نفكروا في البيع كنفتاو وكنتمنيو حتى انت يا زورينا وتشدي معنا كاس وهذا هو اللي كنتمنوا على مولانا. نعم مرحبا مره اخرى الوردي بغينا نشوفوا الاقبال على الزين الصحراوي واش كاين الاقبال الصحراوي ما وكل خطره كنقولها مدينه وجده مدينه وجده راه الا بغيت نقول لك احنا هذا العام هذا نعم تفضل السبب هذا العام هذا ديالنا ديال عطينا للكونطابل الحسابات ديال السنه ملي عطينا للكونطابل الحساب ديال السنه كتعرف التعاونيات ما بقاش ديك عامين ثلاث سنين دابا بقى داك الشيء قانوني قانوني العيب ولا بالك. نعم تبارك الله عليك. اذا غادي نرجع لك مره اخرى الحاج الوردي زميل منير عطواني فاصل موسيقي ونواصل. مره اخرى بكل المستمعين والمستمعات واللحظه التحقوا بالاستوديو عريضات ايضا هم مشاركين في هذا المعرض اللي غادي توقفوا معهم عن هذا اهميه هذا المعرض ودور المعرض في تنميه الجهه. كنا تكلمنا مع الحاج الوردي اللي تبارك الله عليها قال لك بلي ان مدينه وجده دائما كيبغيها وكيعزها وكل معرض اللي يكون في وجده الا وكيجي لها والدليل هي مبروكه معك هي مبروكه نقولوا نكملوا الكلام. نعم لا حنا دابا قلت لك التعاونيات ما بقاوش ديك الفوضى ولا دابا العب ولا بالك نعم اليوم هذا العام اللي درنا الحسابات ديال الكونطابل ديال التعاونيه كنلقاو المداخل ديال التعاونيه 48% من الجهه الشرقيه تبارك الله. المغرب كامل 52 ولا بلادها قليمي يعني المداخل ديال التعاونيه كنلقاو 48 من الجهه الشرقيه يعني هذا كيشرف الجهه الشرقيه وكيشرفنا حتى حنا يعني عندكم المبيعات هنا اكثر المبيعات هنا اكثر تبارك الله المبيعات عندنا اكثر. نعم وكنا خصك توصلها للسي بوتشيش راه الا ما عيطنا غندير وقفه احتجاجيه ان شاء الله فاطمه غادي نولي نذكر السي الوردي بالنسبه اللي تحقوا بنا تحقت بنا السيده شنو ام العيد مبو عرفة رئيسة جمعية التراث المحلي ومعنا أيضا باركة بهاري بهادي نائبة جمعية التراث المحلي بني قيل أبو عرفة وما ننساش نحيي تحية حارة حارة المبروكة عموش هي أيضا مشاركة في هذا المعرض اللي تقربنا أكثر مشاركة ديالها. إذا نرجعوا للضيوف ديالي نرجعوا للسيدة عقاد فوزية أختي فوزية صباح الخير مرحبا بك معنا. بارك الله فيكم العزة وشكرا على الضيافة كنشكركم بزاف كنشكر الإذاعة الجهوية على هذه الاستضافة وعلى الإشهار لهذا المعرض الجهوي اللي متشرفين أننا نحضروا فيه
في مدينه وجده، والتعاونيه ديالنا تعاونيه الزهور للصناعه التقليديه، وكنخدموا البلوزه الوجديه والفوطه الوجديه والكسوه الوجديه بجميع مبادئها من الالف الى الياء. دابا قلتي لي الفوطه الوجديه، اختي فوزيه توقف عند النقطه هنا، غادي نتوقف انا وياك. شنو هي الفوطه الوجديه؟ الفوطه الوجديه هو لباس وجدي محض وتراث ثقافي. الستره اللي كندخل بها للحمام، الحمام اللي كنقصدوا به، الستره اللي كندخل بها للحمام، وكنقصدوا به كذلك الفوطه اللي كنخرجوا بها من الحمام. يعني الثقافه الوجديه وتراث هذا اللباس الوجدي وتراث ثقافي لا مادي لهذه المنطقه، وكنفتخروا به حنا كوجديات، وبغينا ان نرجعوه انت كتهضري وانا كنوري كنشوف الصوره اللي كانت كاين البنيقه اللي معايا البنيقه كاين اللباس الوجدي من الالف الى الياء، والمنديل انا كنقولها ما تخافيش من الالف الى الياء. نعم، اول مشاركه ديالك فوزيه في هذا المعرض؟ المشاركه ديالي في المعرض الجوي للصناعه التقليديه اللي تابع الغرفه لاول مره. نعم. اول مره، ولكن انا يا قديمه، والدار الغرفه الصناعه التقليديه راه دارنا. يعني راه ماشي اول مره، انا 1989 وانا حرفيه. يعني كل ما كنقصد السي عبد الناصر البوتشيش الا كنلقى الباب ديالو مفتوحه، اي طلب طلبناه له، اي غرض بغيناه الا كيلبي لنا الطلبات ديالو. نرجع غير للتعاونيه اختي فوزيه، قلت لي البلوزه والفوطه الوجديه فيها البنيقه فيها المنديل، واش كتشوف بانها ولات رجعنا لهذيك البلوزه اللي كنا زمان كتنسات بقات في ديك الرفوف؟ دابا رجعنا للبلوزه الاقبال الحمد لله، دابا الاقبال كثير. دابا كنشوفوا غير الزوار اللي كيجيو لهذا المعرض، وهذا المعارض هما اللي كيفتحوا لنا المجال باش كنشهروها. يعني كما كانوش هذا المعارض ما غاديش يكون الاشهار ديال هذا الزي الوجدي المحض، وحنا كنفتخروا به. قلت لك كثيرا كنفتخروا به بزاف. الاضافه نضيف بالنسبه للبلوزه، البلوزه ديال المنطقه الشرقيه، لان تقول لها غير وجديات وصح كاين شهر وعرفها هي لابساها، هي كامله وعرفها لابساها. هي تبقى هي المنطقه الشرقيه باكملها، لا السعيديه ولا بركان ولا حتى المغرب الناظوره. انا اللي بغيت نضيف هو ان هذا البرنامج اللي كديروا الاخت فاطمه والاخوان بالمساعده ديالكم بالسنة عرف حتى هو كثير بالبلوزه بطبيعه الحال، وكان عندنا اتصالات ثلاث سنوات حنا كنعرفوا بها، كان بكري يحشموا ما يهضروا على البلوزه، لان كاين بعضهم اعتبرها غير قديمه، يعني اسلوب قديم. ولكن الان الحمد لله بفضل المجهودات ديال الوزاره، لان حتى الوزاره كانت دات واحد التصاميم ديال البلوزه، وبفضل الصناع اللي كيبدعوا في هذا الشيء، وبفضل المعارض، وبفضل هذا البرنامج اللي فتح الافاق باش الناس يهضروا على البلوزه بكثره. يعني هذا المجال فتح اعلاميا، غير بعد اختي فوزيه سياسه ناصر البلوزه الوجديه بين قوسين، لان البلوزه راه كلشي منطقه شرقيه. هيا السيده معنا المعرفه بنيكي جايه لابسه البلوزه، هيا البلوزه هيا وصل عليك كنفتخروا بها وهي لباس مشترك بيننا وبين الاخوان. تراث المنطقه الشرقيه، منطقه شرقيه باكملها كيلبسوا، لذلك احنا دائما كنطالبوا بواحد المعرض مغاربي يكون فيه الاخوان الجزائريين والتوانسه والموريتانيين، باش المستقبل عن قريب ان شاء الله. نتمناو هذه البادره وهذه الامنيه باش تتحقق ان شاء الله. نعم، معنا ايضا قلت معنا ايضا الاخت الاستاذ عرب هاجر، رئيسه تعاونيه الذوق الرفيع بوجده. هاجر صباح الخير. صباح الخير، قربي شويه الميكرو اختي هاجر. صباح الخير عليكم. اولا بعدا شكرا للبرنامج ديالك، شكرا للسيد عبد الناصر بوتشيش الرئيس ومستشارين واعضاء غرفه الصناعه التقليديه. التجربه ديالي في هذا المعرض كانت بالنسبه لي لاول مره حضرت في المعرض، وكانت تجربه ناجحه. من هذا المنبر كنعطيهم واحد الشكر كبير على هذه الدفعه اللي عاونونا بها هذا العام. غير واحد النقطه اخرى كنتكلموا فيها هاجر في الكواليس، قلت لي بلي انك التعاونيه ديالك، ولكن انك في جمعيه وفاء كتعلمي دوك الاطفال في ذوي الاحتياج الخاص. انا بالنسبه لي قبلنا في الكواليس ما كنا كنتكلموا على هذه النقطه المهمه. نعم، بالنسبه لي انا قبل ما تكون عندي تعاونيه كنت في جمعيه الوفاء للطفل المعاق، مؤطره تاع ورشه الحلويات. بهذا المنبر نشكر رئيس الجمعيه وجميع الاعضاء والمستخدمين في الجمعيه.
وبفضل الجمعيه اللي قدرنا نخرجوا نديروا هاد التعاونيات، كانت المسانده ديالهم، ولحد الساعه مازال الجمعيه اللي كتساندنا في المسار ديالنا. كيفاش شفتي الطفل معاق وهاد الهوايه نتاع الزون الحلويات؟ لانك انت كنت عايشه معاهم، عندك علاقه وطيده بيناتهم مده 10 سنوات وانا عايشه معاهم. نعم عايشه معاهم. بالنسبه للطفل المعاق، احنا في المجتمع ديالنا فاش كنسمعوا الطفل المعاق او ذوي احتياجات خاصه، كنشوفوا ان المجتمع مؤخرا ولا كيهتم بهذه الفئه صراحه. واللي ما عرفتوش هو ان المعرض وكان شفتوا المنتوجات نتاع هاد ذوي الاحتياجات الخاصه كانت في اعلى مستوى وكلها بايادي هاد الاشخاص. وصلوا معايا لمرحله لا فينيسيون، لان احنا حلويات البريستيج البلدي لي ماروكا، يعني مختلف انواع الحلويات، ووصلوا معايا لمرحله لا فينيسيون. يعني باش توصلي طفل معاق لمرحله لا فينيسيون ماشي سهله. واو. وحتى المنتوج يعني عنده واحد، يعني عنده واحد الحضور قوي في المعرض، يعني ماشي ايضا كما قلت انا ايضا سيده جاتنا من بوعرفه بنيهيل، سيده شنوم ام العيد، رئيسه تعاونيات التراث المحلي، يعني حيدوس الخياطة كيك استاذه. مرحبا صناعة تقليديه. مرحبا مرحبا بك لاله، قربي شويه. مرحبا. السلام عليكم. يا اختي لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك لاله ام العيد. مرحبا. مره نشارك المره تجي معايا، مره نجي معرفه. نعم. عمري ما شاركت سالها الخطره وجيت لهنايا نشارك، عيط لنا بوتشيش وجينا هنايا نشاركوا. اللهم لي الحمد، تهلاو فينا والحمد لله. جايين بوعرفه ندير صنعه تقليديه، اي حاجه نقلدها من الحلفه. ندير الرحى، ندير الطبق، ندير كسكاس، ندير اي حاجه نقلدها من الحلفه. واش كاين قبل ام العين على المنتوجات ديالكم ديال الحلفه؟ اي بكري انا ملي كبرت صغيره كسرت في العربيه مع الوالدين ديالي، ندير الحلفه، نقلد منها اي حاجه، ندير الخيمه، ندير اي حاجه نديرها. واش كتشرى؟ كيشريو الناس الزبناء المنتوجات ديالكم ديال الحلفه؟ الحلفه نشريها. لا ماشي تشريها، انا نقصد باش تباع. تباع واه تباع مزيان. نبيعها مزيان الحمد لله. نبيعها الحمد لله مزيان. بعض الناس كيقولوا بلي الناس ديال الحلفه ما طوروش الحلفه شويه، خلاوها غير هكا. الا الحلفه مزيانه تباع. لا قلت لك ما زدتوش طورتوها، كاين اللي يقول زعما علاش ما زدتوش طورتو شويه الحلفه باش تزيد تباعكم. ولا انا نبيعو داك الشيء اللي قسم الله، خطره غالي خطره ناقص خطره اللي قسم الله نبيعو به. قسم الله. اذا ام العيد هاد هاد جبتي لنا هاد التذكار صغيره تبارك الله، وكلشي مصنوع من الحلفه. عندنا شي اقبال هنا في المعرض، هذاك الشيء الناس كتبغي هاد الشكلات هذه. هذا داير غير انايا. نعم هذا غير انت يا غير انا اللي التذكار ديالك. التذكار ديالك الف كار ديالي انايا. لا اي حاجه نقلدها، نقدر نقلد الجمل، نقلد المسامه ديالو، نقلد اي حاجه من الحلفه. وفنانه في نفس الوقت. البارح كانت فنانه عاوتاني القاده تولد فنانه. انت شي نقطه شي حاجه تجيب لنا شي حاجه غير جيب لنا ومقابل النساء ليقيه، مقابل النساء قاطعه 350 رقبه. حنا بغينا حيدوس دابا مباشره نعلمو دابا فيها على هاد الجلسه الزوينه. لا هو نحشمش. نائبه نتاع السيده ام العيد ياك. قرب يا اختي مباركه. بسم الله. تكلموا شويه على الجمعيه واش كديروا فيها واش نتا؟ الحمد لله وشكرا على اشراف الموصلين. حنا على هذه الحلفه اللي هضرت عليها الاخت من جدود شادينها. من جدود نخدموا منها الرحى، نخدموا منها الخيام، نخدموا منها الحصاير، نخدموا منها الكسكاس فاش نديروا كسكسو نطيبوه، نخدموا منها كل اي حاجه.
راه من جدود وحنا نطلبوا سيدي ربي نخليوها ثاني الاثر ديالنا. ايوا هاد الحلفه تلقاوها في بريكي نخرجوا لها للباديه العربيه اخرى تخرج العربيه نخرجوا لها على برا ونجيبوها ونطيبوها ونمشيو منها اي حاجه نديروا منها الخيام المسكن ديالنا نديروا منها الكسكاس نديروا منها الطبق طبق يلزمنا الطعام فاش نزردوه انا نديروا منها كسكاس فاش نفوروا الطعام نديروا منها الحصاير نديروا منها الخيام بحال الطاله نسكنوا تحتها ونجيبوا الصوف نخدموا منها الخيام نديروا نخلطوا الصوف مع الشعر ونديروا منه الفليج هذاك الفليج نديروا منه شي 6 ولا 7 ونلاقيوه نخيطوه ونسكنوا تحته والتقاليد ديالنا هذه هي اللبسه ديالنا هاد لي زار لي زار لبسه هاد لي زار هاد لي زار هاد اللبسه ديال بنيكين تاع سال بنيكين راه من شحال عندهم عام هذا؟ من 62 من 62 1962 تبارك الله راه مخليها لي شتي مخليها لك هذا؟ هذا مخليها لي الحن ديالي جدة ديالك وخلاته الوالده وشحال لبست فيه الوالده وعاود خلاته لي انا وشاده على مرضي الشده اللي كيدايرها الشده هذه هي جايه معاه نديروها معاه كاين وين نديروها بالحمار كاين وين نديروها ها وقفي لهنا ها كاين وين نديروها بالحمار كاين وين نديروها ها الحزام ديالو هذه نخدمه بيدي نعم الحاجه الصوت ما نشوف صار غير بقايا باش الميكرو الصوت بزاف هذا قرب شويه الميكرو هذا نخدمه من الصوف نعم هذا الحزام تخدميه انت نخدمها انا نعم نجيب الصوف ونخدمها ونغزلها ونقرشها ونغزلها ونبرمها ونجيب الصباغه ونصبغها هاد الشيء راه ماشي ديال النعجه هذا راه غير الصباغه داتلوها نجيب الصباغه كل حاجه نصبغها على هواها ونضفرو كيما هاك ونبقى نتحزن به تقاليد واش هاد الزيت لبسو دائما ما بنيكين ولا هذا غير منين يكون عندنا معرض الله يكون عندنا فرح ولا يكون نلبسو هاد الزيت ديالنا وهذا الكثير الكثير راني شاده على حساب دعوه الخير ديال الوالد نعم وتبارك الله عليك اذا منير اخ منير واحد الفصل موسيقي ونرجعوا نتكلموا مع الاخت بروكا واحد الفصل قلت لكم بلي ان جلسه اليوم هي جلسه متميزه عباره عن كوكتيل تقريبا هنا تقريبا نقلها شي 50% كلهم نساء كلهم يهضروا معنا كلهم صانعات نسائيات معنا الحاج مرحبا الحاج الحاج الوردي الله يبارك فيك احنا كنفتخروا بالمراه المغربيه قرب غاش الميكرو سي الحاج نعم احنا دائما ولا خصوصا المناطق الجنوبيه عندها المراه مقدسه تبارك الله عليك الا تخلقت المراه راه تخلقت الدار كلها صافي الدار ما تكونش عندها واحد ما خصهاش المراه ما خصهاش تكون مقلقه الا 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 تخلقت المراه ومرزفها الراجل بشي حاجه راه ما تتكلم معاه نعم معنا كما قلت السيده مبروكة عموش مبروكة اختي مرحبا لاله مبروكة واللي كنحييك انا كنشتري يدك بحراره لانك دائما حاضره في الاذاعه وانت الاذاعه دارك ما خصناش نتناقشوا معاك ولكن المشاركه ديالك في هذا المعرض بعد اولا تحياتي اليك لاله فاطمه وثاني شيء نشكر جزيل الشكر مسيبوتشيش دائما اولا كيشجع الصناعه التقليديه ودائما عنده واحد الابتسامه اللي كتعطي الامل للصناع وانا صراحه يعني وثاني شيء واش غادي نقول لك لاله فاطمه دائما كيقول للناس علاش مبروكة ما تدخليش للاستوديو ديال الاذاعه الجهويه كنت كنقول لها مادام كتعصب حتى لا 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 ما كنتعصب قلت زعما كنت كنقول لها زعما خارج على الاستوديو كنناقش المواضيع الطبيه يعني ما كتسالش المواضيع كلها المختلفه وتحيات الى كل المستمعين على برا على الصوت انا دائما غادي يقول لك هي مبروكة الصراحه دابا ندخلوا على لا انا كنعرف ان مبروكة غيوره على منطقه فيكيك دائما تكلموا لا والله انا كنقول على فيكيك لا 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 والله ما يعني انا يا هي مسي الوردي كنفتخر على انا مغربيه بصفه عامه ما فيه لا فيكيكي ولا شمالي ولا جنوبي كنا من المغاربه من طنجه الى القويره انا ملي كنمشي للسيد الوردي كنحس به كأب ماشي ملي كيكون كعارض يعني بالبعد كينصح النصائح الصراحه واش ندير هكا واش ندير هكا هو اللي صحاب الوزان عندهم الصناعه التقليديه اللمسه صراحه ماشي جلبه ديال الوزانيه بنيكيل انا جيت غير مفاجاه لك يا فاطمه غير باش نشوف القبائل ديال بنيكيل خاصه
وثاني جاني دخلوا شي من المهرجان ديالي انايا المشاركه انا من 2015 راني كنحضر في البلوزه الوجديه ديال لاله لطيفه المتباه. واش غادي يقول لك لاله لطيفه؟ انا عندي واحد بين قوسين يعني انايا بدات بلوزه اسبانيولا فلاميكو وافريكانو. هذا هو الابداع اللي دابا المشاركه ديالك في هذا المعرض. المشاركه دخلت لمسه الافريكانيه بلوزه لمسه افريكانيه يعني افريقيه افريقيه اون ميم طون بلوزه. واش الافارقه شاركوا معك في هذا؟ السنغال 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 شاركوا معايا يعني يعني ما شاء الله عليك. نعرف لنا لمسات تبارك الله. وثاني السلام ثم السلام لبلادي العزيز المغرب. نعم كما قلتي مبروك معنا ايضا. نمشيو دابا الوزان معنا كوثر بوزيد رئيسة جمعية أميرة للفن والإبداع والتنمية بوزان. لالا كوثر مرحبا بك معنا. مرحبا بك معنا في وجدة. الله يبارك فيك الأخت فاطمة وتبارك الله على الجميع. أنا هنا ممثلة جهة الشمال طنجة تطوان الحسيمة، نائبة رئيس جمعية أميرة للفن والإبداع والتنمية، وفي نفس الوقت عضوة في المنظمة الوطنية للصناع التقليديين بالمغرب. الحمد لله هذه ماشي هي المشاركة الأولى ديالي في جهة الشرق. دابا ولا البيت ديالنا يعني كيستدعيونا باستمرار، ولكن أول مرة كنشاركوا في وجدة. الحمد لله يعني كنوجه تحية للجميع اللي ساهرين على إنجاح هذا المعرض هذا، من بينهم المجلس الإقليمي ولا الغرفة ولا ومن غير هذا الشيء. الحمد لله جهة الشرق معروفة بواحد المواكبة، كدير أنشطة موازية للمعرض الجهوي، بحال بعض المرات كيجيبوا لينا مثلا شنو سميتو الدكاترة يعني خاصين في التسويق الالكتروني ولا شي حاجه اللي عندها علاقه بالانتاجيه، يعني كيفاش حنايا ننتجوا ونبدعوا. وكنشكر من هذا المنبر عاوتاني المرصد الجهوي ديال الاقتصادي والتضامن الاجتماعي، حتى هو يعني على المواكبه ديالو والتضامن ديالو مع الصناع التقليديين والتعاونيات. الحمد لله المعرض كيلقى واحد الاقبال كبير. كوثر مقدمه شلون شاركتي؟ وزانيه شاركتي لنا جبتي لنا من وزانيه. حنا كجمعيه كتهتم بزاف بالجانب النسوي، وعندنا بزاف ديال الحوايج اللي كنخدموا عليهم. احنا كنخدموا بصفه عامه فن الديكور، فن الديكور اللي كيدخل فيه رسم على الزجاج، رسم على الفوضان، السيراميك، النقش على الخشب، وحتى الفخار. والمشاركه ديالنا حنايا في هذا المعرض هذا ديال الصناعه التقليديه بوجده، تخصينا بواحد النوع ديال المنتوج اللي هو الشلالات المائيه. الحمد لله لقى اقبال واستحسان من عند المسؤولين ولا الزوار. اذا تبارك عليك كوثر. يعني جميع الصناع المشاركين كاين واحد التعاون بيناتهم، تعاون على الحرص باش كل واحد يستفيد، لان الهدف من المعرض هو يكون الاحتكاك بين الصناع. اولا كيكونوا صداقات، ثانيا كيمكن يتعاونوا في شي حرف من الحرف مثلا. من غير صداقات يعني كنديروا شراكات وتعاون، وهذا الشيء اللي نتمناوه. لذلك دايرين احنا على الخليط من الجنوب والشمال عاود الناس بوتشيش نخليه منير عطواني تروح الفصل الموسيقي ريتنا يدخل الضيوف ديالنا يلتحقوا اللحظة معنا. لقاء صباحي من برنامجكم الأسرة، التحقت بنا اللحظة السيدة سميرة ورياغني رئيسة جمعية شباب الوحدة المغربية للتنمية، نائبة رئيس المنظمة الوطنية للصناعة التقليدية بقلمين. لالا سميرة مرحبا بك معنا. مرحبا بالجميع وتحية للجميع، وتحية نضالية وتحية صباحية وتحية صناعية من طنجة إلى القويرة. بداية أرحب بالحضور الكريم، وكذلك تحية تكبير وإجلال لجميع المسؤولين ديال جهة الشرق وبالأخص جهة وجدة. فالحمد لله حضرنا بحضور الإخوان والممثلين ديال الجهات التقليمية والفنون، يعني لا يخفى عنا يعني
سبقونا الناس يعني لهذه المجالات هذو اللي هما غنيين على التعريف مثل السيد الوردي ومثل السي مداد ومثل الاخوان الحمد لله اللي مثلوا الجهه احسن تمثيل منهم يعني مثلوها يعني بالتراث الصحراوي وبالتراث يعني التقليدي المحض يعني شي حاجه اللي الحمد لله كنشوفوها كتنتظر يعني يعني ولات ولينا كنفقدوها يعني والحمد لله هذا الجيل الصحيح حاولنا اننا نكونوا يعني نواكبوا يعني هذا الجيل حتى يرجع داك يعني داك الموروث الطبيعي اللي صباح حنا كنشوفوه كيمشي والحمد لله يعني عنده واحد الاقبال يعني من جميع النواحي لا من النسيج الزربية ولا من الدق على الحلي يعني النقرة ولا على النحاس ولا على اللباس الصحراوي يعني ولا على الحجر يعني كيفاش كيتركب كتسبيح اليد وكالحلي يعني ديال المرأة ولا على يعني جميع المكونات يعني وجميع الصناعة التقليدية المحضة فهي موجودة في الجنوب الحمد لله حتى من الأواني ديال الطبخ حتى من البراد حتى من المجمر حتى من الفرن اللباس هذه شنو هي الفرنة غادي نوقفوا اختي الفرنة وهي يعني اللي كيتحط فيها الجمر يعني اللي كنطيبوا فيها أتاي اللي كنتيو فيها يعني عنه أتاي يعني مجمر حنا نقولوا مجمر لا هذا وحده كتجمع كلها واختصروها ولاو داروا لها ريشو ديال الضو ريشو ديال الضو ما بقاش دابا كنستعملوا الفاخر الحمد لله هي الصناعه التقليديه ريشو ديال الضو واللي كيتحط حداها المغرش يعني بالنسبه حتى المغرش ما تحطوش غير الضربيه كتحطوا على يعني عندها واحد بحال البلاطو كنقول لك بلاطو فيه فيه الحال اختي سميرة المخرج يقول لك الصوت ديالك ماعرفش يوصل للراديو بالنسبة للفرنة وهي كما قال الأخ السي الوردي مع كامل احتراماتي ليه الفرنة وهي أن واحد الآلة اللي هي كطيب يعني إما مجمر وإما ريشو وملي حداه المسألة الثانية وهي كتحطي المغرج ما تحطيش على الأرض أنتوما معاكم المعرض كاين المعرض موجود الله أعلم أول معرض ما كنشوفهاش صراحة يعني بغينا نجيو مرحبا الحمد لله يعني كما عرفنا ان المسائل يعني اللي هي اصبحنا كما شفنا بزاف ديال التقاليد يعني ماشي غير الصحراويه ولكن شفنا من جميع المدن المغربيه الحبيبه اللي كان كنقول لهم الاحترام والتقدير يعني شفنا البلوزه الوجديه شفنا الزربيه شفنا الجلابه البزيويه شفنا فن الديكور اللي كتشرفنا به الاخت كوثر اللي كنفتخروا فيها في المنظمه ديالنا اللي هي المنظمه الوطنيه للصناعه التقليديه كذلك يعني شفنا بزاف د الحوايج وشفنا المعامله هي اكثر شي حاجه وشفنا حسن الترحيب وشفنا حسن الضيافه وشفنا حسن الخلق بعدا هي اول شي حاجه يعني ناس الشرق كنحييهم بالخلق وبحسن المعامله ويعني وبالبشاشه وبالخوف يعني على جميع العارضين تحية متبادلة من أهل الشرق تحية متبادلة من الشرق نبادلكم حبا بحب لأن الجنوب عنده قصية خاصة بالنسبة لنا احنا جميعا كمغاربة سواء شمال أو جنوب كلنا مغاربة والحمد لله وهكذا المعرض كيكتسب واحد الصبغة خاصة لأنه كيجمع واحد الشرائح مختلفة ديال الناس ديال الصناع وديال الحرفيين واللي نتمنوا تزيد تضمناتكم العلاقة ما تكونش غير في المعرض تكون ديك العلاقة مستمرة لأن الهدف ديالنا بلادنا هي التنمية في العهد الصغير ديال سيدنا الله ينصرو نبغيو بلادنا تمشي بعيد ويكون هاد المحبة اللي كتخوف يعني اللي كتعطي واحد التلاحم من طنجة للكويت حنا الحمد لله في هذه النقطة هذه هي واحد الدقيقة بالنسبة كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني تكون الصناعة التقليدية اللي هنا أصبحنا الحمد لله الصناعة التقليدية كنشوفوها في جميع المجالات يعني حتى في لي شي وفد الى جاي كتطبق هي الاولى اللي كتكون في الما يعني في الواجهة ولا في المعارض يعني كتعطي للمغرب واحد الرونق جميل وبالتالي كنشوفوا مزال قطاع الصناعة التقليدية يعني فيه يعني مازال خصنا فيه بزاف ديال 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 التأطيرات وديال الامور وديال شي حوايج اللي خصنا الصانع التقليدي نرفعوا من المستوى ديالو يعني باقي كنشوفوا الصانع التقليدي مسكين كنلقاو يعني واحد الصانع اللي هو كيبدع بيدو كيخدم بيدو وكيسهر وكذا وبالتالي كيلقى المنتوج ديالو
ما عندوش واحد يعني ما كيلقاش واحد المقابل ديال داك الشخص اللي هو تعب وجرى، ولا كيجي واحد اخر كيجي يشري عليه بواحد الثمن اللي هو بخس وبشي يعرضه يعني عبر العالم بواحد الثمن اللي هو باهظ. يعني لهذا كنحاولوا نقلبوا على الصانع الفردي الحقيقي، والصانع يعني اللي كيضرب يده بالبره واللي كيتعب يعني بحقه حقيقي هو اللي خصنا نرفعوا من الشان ديالو ومن المستوى ديالو. مثل الاخوات يعني اللي كنشوفهم كيناضلوا، والاخ يعني اللي كيدق بيده، ولا الاخ اللي كينتج، ولا يعني هذه امور الحمد لله بغينا ندفعوا بالمغرب ديالنا للامام. يعني هذا هو الهدف من هذه المعارض، هذه باش نعرفوا بالحرفي الحقيقي. هكا تأييد الكلام اللي قالوا سي بومشيش، حنا الحمد لله جمعية يعني الحمد لله زرنا المغرب كامل وشاركنا في جميع أنشطة ديال المملكة. المعارض كتولي واحد كنلقاو فيها واحد العائلة اللي هي كبيرة، ما كتبقاش غير كتقتصر على أن صانع تقليدي مع صانع تقليدي. يعني كنأيد على الكلام ديالك، فريمون كنولي واحد العائلة، واحد ترابط، واحد تماسك بيناتنا، وواحد كيبغي يعاون واحد. يعني هذا هو الهدف من هاد المعارض، ومن غير هاد الشيء هي كتكون بوابه اللي هي كبيره للسوق ديال المنتوج ديال الصانع التقليدي فريمون. حيتاش حنايا كيف ما قالت الاخت سميره الله يجازيها بخير، كنلقاو مشكل في التسويق سيرتو فاش كنجيو من مدن اللي هي صغيره، كيكون الاقتصاد ديالها مثلا يا اما فلاحي، ولا كتكون انت جايب واحد المنتوج اللي عنده قيمه اللي هي كبيره كنتعبوا فيه، وداك الشيء ما كنلقاوش واحد الاقبال مثلا، ولا واحد المردوديه، الناس كيعجبهم المنتوج ولكن الله يحسن العون. حيتاش اصلا بالنسبه كوصل لوكس وخلاص كثير معنا ضيف اخر معنا السيد مدد مصطفى نائب رئيس تعاونيه جوهره باب الصحراء للسياحه والزي الصحراوي. سي مصطفى مرحبا، قرب شويه الميكرو سي مصطفى، وايضا مشارك هذا المعرض. قرب شويه الميكرو سي مصطفى. السلام عليكم، تحيه لكم، معكم مدد مصطفى نائب رئيس تعاونيه جوهره باب الصحراء للسياحه والزي الصحراوي، وثانيا ممثل لجهه اكريم مودن ديال المنظمه الوطنيه للصناعه التقليديه، ونائب رئيسه المنظمه الوطنيه للصناعه التقليديه. تحيه لكم جميعا. أشكر الأخ سي بوتشيش على حسن الاستقبال لهذا المعرض الجهوي لمدينة وجدة، ونشكر الإذاعة اللي رحبت بنا في هذا اللقاء الحمد لله باش ندلو بالصوت ديالنا حول هذا القطاع الصناعي التقليدي وحول المنتوج اللي الحمد لله جميع الصناع التقليديين شاركوا في هذا المعرض الجهوي. تحية لهم، ونشكر رئيس الغرفة الجهوية السيد إدريس بوجوانا، ونشكر السيد العامل ولي جهة وجدة، ونشكر خاصة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. باختصار بالنسبة لهذا المعرض الحمد لله أول مرة كنشارك في هذا المعرض الجهوي، وتحية لجهات وجدة. والحمد لله كيف كتعرفوا احنا كنصوبوا هذا المنتوج هذا اللي هو الحمد لله الزي الصحراوي، وبالنسبة للصياغة ديال الفضة أنا صانع تقليدي منذ 1983 إلى الآن، والحمد لله نشأنا في هذه الصنعة وكبرنا بها الحمد لله ولادنا الحمد لله وبخير على خير. وكنتمناو لجميع الغرف الجهوية باش يكونوا متضامنين مع هذه الصناعة التقليديين، وبالأخص كيف قلت واحد الاقتراح بالنسبة لدولي داز ديامس باش إن شاء الله مراحيم أي جهة باش يكونوا مراكز جهويين للتسويق حول الصناع التقليديين باش كل واحد يسوق المنتوج ديالو حول داخل كل جهه. ونتمنوا ان شاء الله مرحبا باش يكونوا ثانيا مراكز التكوين، هذه المراكز تكون باش يكونوا كيف التكوين التاهيل المهني، وخاصه الناس اللي باغي نقول بالنسبه للناس اللي هما الشباب منقطعين على الدراسه، ما بغيناش هاد الشباب باش يضيعوا باش يعطوا اهميه للصناعه التقليديه، بغينا هاد الصناعه التقليديه باش تكون عاطيه واحد الاهميه باش ما تنقرض كيف خلوها لنا اوائلنا وجدودنا وباتنا، حتى حنا مولي الى جاب الله
مشينا عند الله سبحانه وتعالى باش نخلو هذا المنخ الخلف هذا السلف سيدنا صلى الله عليه وسلم الوقت نتاع البرنامج ما كيرحمش الوقت ما دابين احنا ساعات ولكن الوقت ما كيرحمش. اذا انا كنشكركم كنشكر كل شيء هاد الوجوه الجميله اللي حضرت معنا هاجر كنشكرك منك مثلا موفقه الاخت عفاف كتشد بايادينا ليك اختي ونتمنى لك مثلا موفقه في العمل ديالك السيده سميره هي كنشكرها كثير كثير الحاج الوردي تحيه حاره هذه الحياه اللي مرحبا بك هذا راه من لازمتنا سير مصطفى كنشكروك مباركه بهذه جاتنا الجيران بنيكيل مرحبا بك وكنشكروك السيده مبروكه والسيده شنو ام العيد مرحبا انا شنو ام العيد المهم اختي سعاد سمحي لي كاتيم فوزيه رئيس التعاونيه الزور فوزيه قد سمحي لي كنحييك وكنشد عليك بحراره تبارك الله عليكم كانت جلسه اسريه بامتياز نتمنوا تلاقاو مره اخرى ان شاء الله كلمه اخيره للمخرج هكا يشير وراك غادي تعصب هذه دعوه للساكن متوجده راه نسمعوا الصناعيه ديالنا نتمنى باش يزوروهم باش يشجعوهم باش يديروا معاهم بالجميع ونتمنوا لبلادنا دائما الخير ان شاء الله. اذا شكرا لكم شكرا لكل المستمعين والمستمعات على حسن الاستماع والمتابعه شكرا لزميلي منير العطواني في اخراج حلقه اليوم والى اللقاء. Thank you.